الرحمن الرحيم، بسمك اللهم نبدأ، على بركته نتوكل، منه دائما وأبدا طلب السداد والتوفيق والنجاح. متابعينا مستمعينا الكرام الأفاضل، أحييكم من جديد وأجدد الترحيب بحضراتكم من جديد مع تواصل تحدياتنا وتواصل انطلاقاتنا في هذه اللحظات لتعلن على بركة الله انطلاقة شوطنا التاسع الخاص باللقاية الابكار المحليات، شعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ والأمراء وانطلاقاتها هناك واندفاعاتها الكبيرة من هنا من عاصمة ميادين السباق. أول الأسماء وأول التحديات والانطلاقات هنالك على ما يبدو لانطلاقة الصميمة، شعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وسعد بن طالب بن شريم، من يتقدم مع الصميمة ويندفع بهذا الاندفاع الكبير على أول المراكز هناك، بينما إلا ملاحقة والملازمة هناك الوثبة بشعار هجن الرئاسة التي تتقدم ويتقدم معها هنالك العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث ليتابع جو بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد، من يتابع انطلاقة جو اللي على المركز الثالث والمركز الرابع. أتابع القادمة هي الشاهينية المنطلقة والمندفعة بهذا التحدي على المركز الرابع بشعار هجن الرئاسة، تتقدم هناك ويتقدم المجازفة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مقدما لنا شعار هجن الرئاسة على المركز الرابع والخامس والسادس، لكن هو دائما معتمد على المراكز الأمامية ولا شيء غير المراكز الأمامية. يا المجازف يا المجازف، بينما أتابع المركز السابع وصول شهلولة انطلاقة شهلولة بشعار هجن النايفات التي تتقدم في هذه الأثناء ويتقدم مع أحد المحاربين أحد الباحثين دائما وأبدا عن الفوز سعيد بن هديبان المري، من يقدم لنا شهلولة على المركز هنالك السابع. انطلاقة شهلولة اندفاعتها وشعارها الذي يقدم أداءات ومستويات كبيرة ومميزة بقيادتك يا بن هديبان. بينما أتابع الثامنة الوثبة هي اللي على المركز الثامن انطلاقها بشعار هجن الرئاسة التي تتقدم وتنطلق الوثبة بشعار هجن الرئاسة، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من بدأ يعلن جهوزيته وحضورته حبة حبة جهزهن العملاق جهزهن ناويف العربنية، ينطلق بشعار هجن الرئاسة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الانطلاق وعلى هذه التحديات. أتابع القادمة والمنطلقة هنالك الخميسة، شعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين، هذه الأسماء اللي تتابعنا، هذه الأسماء اللي تراقب الأوضاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية الأولى. يوم أن تستمع عبر الأثير افهم هنالك اقتربنا من المنعطف الأخير، منعطف المنصة الرئيسية، منعطف الأسماء الكبيرة التي هي دائما حاضرة مع المراكز المتقدمة. الرئاسة ولا شيء غيرك يا الحمر، ولا شيء غيرك يا الرئاسة على صدارة شوط بالانطلاق الأول كيلو ونصف الكيلو. يا من تتابع ويا من تراقب ويا من تضمر ويا من تساير، والشاهينية هي اللي على المركز الأول، هي تنطلق الشاهينية بشعار هجن الرئاسة هناك والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما أتابع الوثبة
هي الوثبة. 1200 متر 1200 متر 1200 متر المنطلق العملاق بشعار هجن الرياسة وأيضا حضوري جو شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد بن مراشد. الكيلومتر الأخير الكيل الخطير والكبير والمثير ومقاتلات الرياسة على المراكز الأمامية على المركز الأول. هيا على المركز الأول ولا شيء غير المركز الأول على الصدارة على المقدمة المجازف 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 بوسعيد بوسعيد بوسعيد. يا عساك دايم سعيد يا عساك دايم سعيد. انت وكل السامعين انت وكل المتابعين انت وكل المشاهدين. يا سلام يا سلام الرياسة وروحت مع النواميس روحت مع الانتصارات روحت. ولكن شهلولة شهلولة النايفات قادمة الممثلة لأبناء المملكة العربية السعودية بقيادتك يا ابن هديبان. لكن 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 المجازف لكن المجازف ما شاء الله تبارك الرحمن. روح المجازف روح روح المجازف روح. الرياسة هكذا هي معتادة هكذا هي معتادة هكذا هي معتادة على المركز الأول ولا شيء غير المركز الأول. هذه الرياسة وهجنها ومقاتلاتها. يا بوي يا بوي يا بوي المجازف يا بوي مشكور مشكور مشكور. يا أبو سعيد مشكور سلامي عليك المجازف سلام. أولا ثانيا ثالثا سلام الرياسي سلام وسلام للمجازف سلام. المركز الرابع وصولنا وانطلاق من شلولة بشعار هجن النايفات اللي حضرت على المركز الرابع مع سعيد بن هديبان قدمت أداء ومستوى كبير. والمركز الخامس هناك انطلاقة وحضور الوثبة على المركز الخامس بشعار هجن الرياسة. عندك يا العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي والتوقيت الزمني 7:27 أربعة أجزاء من الثانية. هي الشاهينية بشعار هجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بزيتون واللي على المركز الثاني 7:27 خمسة أجزاء من الثانية. أيضا الشاهينية بشعار هجن الرياسة مع أيضا المجازف في المركز الثالث. توقيت المركز الثالث هناك لحظات وصول وانطلاق اللي على المركز الثالث الشاهينية توقيتها 7:27 خمسة أجزاء من الثانية الشاهينية أيضا بشعار هجن الرئاسة. وعندك المجازف محمد بن عتيق بزيتون المهيري تهانينا والناموس لجميع الفائزين.